جون ناجي، انا خادم هنا في قسم ريجيرجي سكيوشي. اللي حصل بالظبط، احنا كان عندنا اجتماع خدمه تبع اسره السمير بتاعت المعاقين. في واحده زميلتي معايا في الخدمه قالت لي انت حد من الفراشين عشان في نور بينور في ماسك عربي، حصل لمبه فرقعت ولا حاجه. فطلعت نادعت واحد من الفراشين اسمه عن شحاته، لقيت انا هو كنت انا اول اتنين نطلع في الحريقه، طلعت انا هو لقيت في نار في حريقه، ولقيت في المسرح فوق عند الكافيتيريا جنب الثلاجه بالظبط حصل ماسك عربي وفي ولعه كبيره. يعني انا كسرت طفايه حريق الكفر بتاع طفايه حريق، طلعت طفايه الحريق طفيت بيها، بس ما قدرتش انا عن شحاته بصراحه. النار عليت قوي فنزلنا وطلبنا المطافي، وفي ناس طبعا قعدت تطفي معانا والحمد لله ربنا ستر. يعني